السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جودي حياك الله. كيف المقدمة حقي خلصتها؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جودي سكيت وكينج كوبرا هنا. طبعا يا شباب اليوم راح نسوي لكم مقطع على الوجوه، وجوه المشاهير. اوه تحدي قوي يا جماعة جدا. ان شاء الله ايش القوي؟ العقاب اللي جهز لك اياه اقول هذا. ايش العقاب؟ ليش؟ ايوه طبعا يا شباب زي ما انتم عارفين دائما بهذا التحدي استضيف معايا ضيف من مشاهير السوشيال ميديا. اليوم معايا البيت بوكسر الخطير كينج كوبرا. طبعا يا شباب الحين راح اشرح لكم اللعبة. كل شخص عنده هنا اربع وجوه للمشاهير، راح يحطها بوجهه اوكي، راح يعرف يخمن من الشخص اللي حاطط وجهه، راح يسال الشخص الثاني اسئله والثاني راح يجاوب. انا عندي سؤال الحين، لو انت ما جاوبت ايش يصير؟ ايوه هنا 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 الزبده حق المقطع ده كامل. طيب حلو، ايش اوكي لي. انت شايف هذه الاشياء؟ طيب ايش يعني ايش تبغاني احط فيها وناخذ فار؟ المهم ايش نسوي يعني؟ تحط يدك في مصيدة الفيران هذه ترى. لا حبيبي والله ما ليه انا ما كنت دارع التحدي. انت اسمع المفروض تكون انت انسان يعني حتفوز علي فما تخاف هذه الاشياء. طيب شوف، طيب لا دقيقه نحط تجربه قبل نحط شو تجربه؟ لا حط هذه نجربها مره. اوه شباب بالله يعني الله يعطيكم العافية صراحة. فين الباب هنا؟ لا 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 ايش؟ فزين يا شباب راح نبدا التحدي هذا، فعشان كذا يا شباب قبل ما نبدا المقطع هذا انزلوا تحت واضغطوا على زر اللايك. نبي نوصل المقطع هذا كم لايك؟ 30000. حبيبي تعال بالله نكتب، كل واحد يكتب اسمه. برافو عليك مرة ثانية. حط يدك من دحين عشان خطك. دقيقة هذا تاش. ما انا اوريك دحين يا شباب، شوفوا بالله ايش بسوي. شوفوا لك، ركز معي ركز معي. هذا سكيت هذا بهجة والله يا حبيبي. ليه كل دقيقة؟ يلا يا شباب خلينا نبدأ المقطع. يلا سامحين. ايش هو يضحك ده؟ ايش هو يضحك؟ استنى يلا اي تضحك؟ والله لا. طب اوكي دقائق هنا 3 2. يلا روح. اوكي يوتيوبر ولا انستغرامر؟ يوتيوبر. عنده فوق من نص مليون مشترك؟ ما ادري صراحة بس اعتقد ايوه. طيب هو طلع اغنية راب ولا ما طلع؟ والله صراحة برضه ما ادري. اجيب سؤال ثاني. اوكي نحيف ولا دبة؟ نحيف. حلو ولا مو حلو؟ لا لا ايش رايك؟ لا ايش حلو. طيب دقيقة، لعب معانا في اخر تمرين كورة ولا لا؟ ايه لا يعني هو مو مجرم جيم؟ لا مو مجرم. انا ما قلت ايش متجاوب؟ انت قاعد تقول لي يلا صعب. يلا اوكي ماني عارف مين هو بالضبط. بس ما ادري احس كذا من ورا راسه بيكون زي موزه كذا، احس انه قص اكس بالدور هو كذا قصته، فعارف انت تحس انه اكس بالدور. بس يمكن ماجد القربي صح؟ ايوه ماجد القربي. ايوه اذا يمكن خلاص ماجد القربي. خلاص ماجد القربي؟ ماجد القربي. يعني خلاص اخر كلام؟ ايوه يعني هي كذا خلاص بتختار. اسمع خلاص ماجد القربي ايوه. خلاص طيب روح شوف. الله يحرم شيطان الغشاش. الله يعطيك العافية. والله غشاش يا شباب. ليه؟ انا قلت اكس بالدور. بس انا اديتك يمكن، قلت ما قلت لك اكيد. ايوه انت تحسب صفر لنفسك. انجل واحد اهو انجليزي حطيته. اوكي يا شباب الحين وين حط يدك بس. قل لك راح يبدا على طول. انا بختار. دقيقه ايش الفرق؟ ما قلت لي والله الاثنين زي بعض. لا بس هذه كذا وهذه كذا. ليش؟ لما تخسر مرتين تحط يدينك الاثنين. ايوه هذه لا كذا فيها نص وهذه. انت تختار يا مريم. او اختار لك الاقوى. هذه الاقوى. عادي شباب انا دائما هذا التحدي اتلسع فيه اول واحد. ما ادري انت لما تحط سريع خلاص ترى ما حد يحط فيها. طبعا يا شباب هو اللي دحين مو متعور والله بعد تعبير نسيت اتكلم. اوكي يلا 1 2 3. ها يلا احسن. اوكي يلا بسرعه اسال اسئله. يلا ابدا دقيقه. يوتيوبر ولا لا؟ يوتيوبر. وهو ايوه يوتيوبر. يوتيوبر ها؟ ايوه. طيب بسرعه ذكي ولا لا؟ ها؟ ذكي ولا لا؟ ذكي ولا ايش صار غريب؟ ما ادري بس انه مشهور مره فاكيد انه ذكي. والله؟ ايوه. بسرعه يلا. حطه على وجهك انت شوف قد راسك. ايوه قد راسك بالضبط. طيب عنده فوق مليون ولا اقل؟ فوق مليون ولا اقل؟ حلو. فوق مليون. عنده فوق مليون بالراحه. بالراحه؟ ايوه. يعني عنده فوق 2 مليون؟ اعتقد ماني متاكد بس عنده فوق مليون. فوق مليون يعني. ايوه بس مو فوق 2 مليون. ما ادري يمكن عنده فوق 2 مليون ماني متاكد. لا ادينا لك ماني متاكد خلاص غير الجواب ما اعرف السؤال. طيب بسرعه ما باقي وقت ورب الوقت بينتهي. قد نزل اغنيه؟ ما قد نزل اغنيه. ما قد نزل ولا اغنيه. دقيقة الوقت باقي له شوي بينتهي. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. والله عندي احد في بالي. والله والله اقسم بالله تحط يدك وانت تضحك. يا شباب اليوتيوبر اللي كان بالصورة
نوكلي يا الله يا الله يا برو هذا حق باركور مره فنان يلا شو الفرق بين حقه وحق الوحش وحقه الوحش يا برو مو كذا برو دقيقه دقيقه شوف رسم اوكلي قديش كبير دقيقه شوف رسم اوكلي ايوه اعطينا صفر على قد راس ماوكلي حطيتي بسرعه لا يا اخي والله يا اخي يلا اختار واحد انا بدي طب اسمع مشي لي اللي بعدها شباب يا شباب هذه اللحظه التاريخيه الضيف هنا بدا ياخذ اول حق والله صعب والله يا رجال والله حطيتك بتضحك يلا اسمح يا الله شيخ والله متوتر يا الله والله متوتر يا جماعه ترى هذه تقتل فيران ترى تقتل فار عرفت انت ما انت فار فعلى حضرتك فنان يلا 3 2 1 اسمع انت تمسك يدي اسمع انت لو اخذت نفس ما تعورك اسمع انت تمسك يدي وتتحطها اوكي خلاص سنة 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 لما احس اني تشجع ابغى قاعد يهز يلا يلا تقول خلاص يجيب لنا واحد خلاص 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 ما بتحدى خلاص قلت شوف صار ما صرت ما اقدر احرك شيت والله شوف كيف صباعي صار عدم وطبعا يا شباب الحين دوري كالعاده انا افوز على كل الناس واكسر كل يا حبيبي شوف تعال قال لك وين روح هنا انا اجيبها يلا لف الدائره اختار وجه 3 2 1 ها اوكي يوتيوبر بسرعه يوتيوبر طيب محتوى كوميدي نوعا ما طيب يقدم فلوقات لا يقدم ايش فلوقات يقدم تحديات لا اسئله شارع يمكن طبعا انا كده حطيت بالي اثنين حطيت بالي خالد عليان حطيت بالي ناز وعز الخد ثلاثه يعني هو شوف انا ما بقول برو تي في برو تي في برو تي في يقدم كمان اسئله دقيقه هو ما بين عندك مليون ها 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 ايوه تبغى الحين ادها هذا سؤال عارف والله اني ذكي كله نحاف حق الشاي دب ولا نحيف نص 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 اي يعني مو مره دوب ومو مره نحيف بس هو امتن واحد فيهم دول عز الخد ما ادري عز الخد ما ادري عز الخد عز الخد يس لا دقيقه يس يا اخي والله كل عقل اسئله شارع خلاص هو هذا حق اختصاصه زبل فزت يا شباب بسم الله اوه والله تعلم خلص تحديات؟ ايوه يا الله كثير اللي يسوي تحديات هذا اللي شيء ما حد يجيبه اوكي كيف افكر؟ طيب واحد اليوتيوبر ايش مره حلاوه مره حلاوه اليوتيوبر مره سيئه يعني حتى ايوه اوكي ايوه هذا شوف كيف ماشي احس شعره هنا اللي طاير صح ولا ايش؟ اوكي خليني افكر اشوف شعره اللي طاير تسوق ولا انا شكله دريت انه هذا انا أمه والله أنا خلاص خلص خلاص تحدي ليه أنا وياك غلط لأنه أنا قلت لك إنه هذا أنا جاوبت صفر صفر نين ما صار في إحساس الصوت أوكي بسم الله يلا أيوة حك حسبي الله يلا روح أصلا من الرسم القصة اللي ورا يود كأنه أهرامات الجيزة يود ما أدري وفيه كل آدمي راسه زي كده ولا إيه يا هذه حس راسه تعرف تشوف هذه يلا عمره هذا ايش يوتيوبر؟ اليوتيوب طيب كم عنده مشتركين فوق مليونين؟ فوق مليون ما فوق مليون يمكن مجرم جيمز يمكن مشيع اي يمكن كمان طيب دقيقة قد غنى اغنية راب؟ ما ادري عمره في بني ادم راسه ذكي؟ هذا سؤال جاوب ما ادري والله
روح ما لي جاوب عليك ولا شيء. انا ابغاك تخسر، ابغى هنا ينحط واحد. طيب دقيقه حط وقت خلينا نشوف. اي خليه خلص عادي المحتوى حقك. ما لا وقعت لا اسرع شارع بسرعه. لا طيب هو عايش في السدير؟ لا جو حطاب. استنى جو حطاب خلص روح. ما خلص جو حطاب. خلص جو حطاب شوف. يلا حبيبي والله اسف. يلا برب صفر ينام. والله اسف والله اسف. عم عندك ام عشان ملي عندي صلاة على النبي ادري. عطى صوت يجيب السبسكرايب حقك تبدي ولدي. حط انا ابغى انا تعجبني دي لان احسها اقوى. ايوه اي اسمع الحين تقعد تبكي. تعال حط حط حط. لا 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 ابعد ابعد. حط هذه 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 اللي على اليمين. ايوه ايوه روح يلا يلا ها. واحد اثنين ثلاثة. اوه اوه جت في العظمة. يلا 3 2 1 ايش هو يوتيوبر بس عنده حساب للتويتر والانستغرام والسوشيال ميديا كلها. والله ايوه. طيب عنده اقل من مليون ولا فوق مليون؟ فوق مليون فوق مليون. طيب تحديات يسوي تحديات. طيب ايش عندي اسئله كمان؟ طيب شوف فلوجر. شوف فلوجر يسوي فلوجر تقول لي فوق المليون. اقسم بالله شوف لو تحط صباعين شوف سبحان الله. طيب ايش في اسئله كمان؟ بالله يا اخي ما عندي اسئله. تقدر تسال اشياء مفرغة. كم عمره؟ كم عمره؟ ما ادري شكله كريم. دروم تي في دروم تي في والله تضرب مرتين. ليه؟ شوف مين. ما قد سويت معه. متى سويت معه تحدي؟ اقسم بالله سويت معه. متى؟ انا ما قد شفتك تسوي معه. الاسبوع اللي فات هذاك مو تحدي هذاك. هذاك قلت له مبروك. الصفر. اسمع اتفاقية خلاص. هم ما يعرفوا تبدأ. اسمع اتفاقية ما احط هذه واللي بعد انت ما تحط. ورب تحط الدفع تحط الدفع بس. برو اقسم بايات الله يوتيوبر بسرعة يوتيوبر. ايه يوتيوبر عندهم مليون؟ عندهم مليون. يسوي تحديات؟ ما ادري. يا اخي يتغنى راب؟ يتغنى راب. طيب صوت حلو بالراب؟ ايه حلو كويس. جدا من الرياض؟ ما ادري. شرقية؟ ما ادري. ها تشوف والله انك ما تبي تجاوب. ما ادري والله ما ادري. يمكن من الرياض. طيب عنده فوق 3 مليون؟ والله ما ادري. الاغنية حقته كان فيها كلمة كذا مرة كاتش؟ ايوه كان فيها. فيها كلمة كاتش؟ فيها كلمة قوية. معروف لا هم يا هو انت لو براون كان من جدة ما حتقول لي براون. هو يا حيكون دايلر. حلو. يا حيكون اوزكس يا جو حطاب. يا برو والله ما اعرف. دقيقة فكر زيادة لا تستعجل. خلاص خلص الوقت. اوزكس. لا لا فكر زيادة يا اخي يمكن مو اوزكس. والله المسح. انا ابغاك تجيب من وجهك من وجهك. اسمع اسمع. ياس ويكي ويكي ويكي. صراحة افقد الاحساس في يدي. طبعا يا شباب النتيجة 2 1 أربعة. اوكي أربعة انا الحين فزت اعتبر. اللعبة انا فايز يا شباب. لا 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 والله تحدي. انت عارف ايش ما لي حاطه. الاداء ايش الحكم؟ لو عارف تسويه حط رجلك. لا لا والله يمكن عندي انا رياضة وهذا وشيء في حياتي. واو لا يا شيخ خلاص يا شوف قاعد يضحك طالع طالع. يا شباب الحين بيسوي بيت بوكس بس تحط رجلي. اوكي انا بحط رجلي خلاص. بس اللقطة هذه ما راح انزلها هنا في اليوتيوب. اللي بيشوف اللقطة هذه راح يلاقيها. انا بيدي تصوير حيكون تصوير يد. يلا ها ما حط رجل واحدة حط رجلين. واو رجلين بيحط. ايش الانستغرام دحين حتلاقي اللقطة نزلت في الانستغرام. اوكي يا شباب كده وصلنا لنهاية المقطع. ان شاء الله عجبكم المقطع هذا. ولما نوصل المقطع زي ما قال 30,000 لايك انزلوا تحت حتلاقوا قناته وسووا لي سبسكرايب وصلوا مليون سبسكرايب زود. فيكتب تحت التعليقات من تبغى الضيف الجاي في مصدر الفيران. اكتبوا لي اسم يوتيوبر تحبوه. يلا سلام عليكم. يلا سلام.